إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الأمة وكشف الله به الغمة، صلوات ربي وسلامه عليه. عباد الله، اعلموا أن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. يقول الباري سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إخوة الكرام، روى الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. فيا أخوة الكرام، هناك نوعان من الأمراض، هناك نوعان من الأمراض. النوع الأول الكل يعرفه، فهو الحرارة والمرض القدمين أو الرأس أو الجسم أو داخل الجسم، والكل منا يعرف كيف يعالجه، فيهرب ويذهب ويسارع إلى المستشفيات ليأخذ العلاج ويأخذ الأدوية. الأمر مشروع طبعا، ما في ناس، ولكن الكل يهتم بهذا الأمر. الولد أصاب بالحمى، يلا خذوه. فلان لا قدر الله سقط طاح انكسرت رجله، يلا خذوه بسرعة. طيب، هناك المرض آخر، النوع الآخر من المرض، وهذا المرض الثاني هو أشد خطرا من الأول. هذا المرض الثاني هو أعظم مرض من المرض الأول، ولكن أغلب الناس لا يكترثون ولا يهتمون بهذا المرض. أغلب الناس، لا أقول الكل. طيب، ما هذا المرض؟ ما هذا المرض؟ هذا المرض يسمى مرض القلب. نعم، أمراض القلوب وأمراض الروح، مرض القلب ومرض الروح، وهذا أشد خطر وأعظم خطرا من سائر الأمراض الأخرى. طيب، فما الحل؟ فما الحل يا أخوان؟ الحل هو تطهير القلوب، هو تطهير القلوب من الآفات والمعاصي والسيئات. وكيف ذلك؟ كيف ذلك يا إخوة الكرام؟ عن طريق التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالطاعات، عن طريق الحسنات، إن الحسنات يذهبن السيئات. فاليوم يا إخوة الكرام، أريد أن أشارككم بأمر بسيط، بسيط جدا، التي أخبرنا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عنها: إذا فعلناها اكتسبنا الحسنات، ونغذي القلب والروح، وتقربنا إلى الله سبحانه وتعالى. لنبدأ يا أخوة بهذه الأمور البسيطة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صححه الألباني: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. سبحان الله، تسمع الحديث يبدو أمر عادي يا أخوان، مجرد ما أنت جالس أو في السجدة أو في الدعاء أنت ماشي قلت: اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، في حسابك مليار ونصف حسنة، مليار ونصف حسنة. والله أذكى رجل أعمال وأظهر رجل أعمال والله لا يستطيع أن يأتي بهذا المبلغ بهذه السرعة التي أنت أخذتها. ثواني تقول: اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، وأنت أخذت في صحيفتك مليار ونصف حسنة. هذا أنا أقولها الآن، عدد المسلمين مليار ونصف مسلم. طيب، الحديث يقول مؤمن ومؤمنة، فأرجع إلى آدم عليه السلام.
آدم عليه السلام وذريته الذين آمنوا معه هم المؤمنين. ثم الذين بعده نوح عليه السلام، الذي بعده موسى عليه السلام، عيسى عليه السلام، يعقوب عليه السلام، إبراهيم عليه السلام، كل الذين آمنوا مع هؤلاء هم يعتبرون من المؤمنين. سبحان الله. فأنا ما أتكلم الآن إلى مليار ونصف حسنة، أتكلم على مئات المليارات تستطيع أن تأخذها فقط في ثوان، في سجدة، في دعاء. اللهم أغفر للمؤمنين والمؤمنات. صلى الله عليه وسلم قال في حديث آخر رواه الإمام مسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الكل منا يعرف هذا الحديث. كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله. إخوة الكرام، يوم القيامة والله لا يشغلنا شاغل إلا الميزان. الميزان الحسنات والميزان السيئات. ويوم القيامة يترنحان. وأنت تنظر إليه. وإذا رجحت كفة السيئات قلت يا رب سلم، يا رب سلم. نار جهنم وبئس المصير. ما تدري ايش السالفة، ما تدري ما الذي يحدث. وإذا رأيت الميزان الحسنات أصبح ثقيلا وترجح قلت الحمد لله يا رب، الحمد لله، الجنة، الجنة. ما يشغلك أي شيء إلا الميزان. فأنت تريد أن تثقل ميزانك يوم القيامة. كيف تثقل؟ كلمتان تقولها أنت ماشي وأنت جالس وبعد الصلاة قبل الصلاة، قلها في أي وقت، أمر مطلق. وإذا رجحت كفة الحسنات ماذا يحدث؟ فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. يا سلام، رجحت الكفة أنت في عيشة راضية، عيش حياتك في الجنة، جنة أبدية. أمر بسيط يا أخوة الكرام، نطهر قلوبنا. حديث آخر أخوة الكرام، قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث رواه الإمام مسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. سبحان الله، الحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر. أربع كلمات أفضل من الدنيا وما فيها مما طلعت عليه الشمس. والله يا أخوة الكرام، الآن نحن الآن نعيش من أجل هذه الدنيا. بعض الناس إلا ما رحم الله يعيش من أجل هذه الدنيا، يموت من أجل هذه الدنيا، يتعب ويكدح ويعمل من أجل هذه الدنيا، ثم يموت في هذه الدنيا ولم يأخذ معه شيئا. أربع كلمات إذا قلتها باستمرار وداومت عليها وجعلتها من أذكارك في الصباح والمساء، الله سبحانه وتعالى ليس بشرط أن يعني يعطيك الدنيا وما فيها، ولكن يعطيك الرضا بأنك امتلكت الدنيا وما فيها. سبحان الله، ألا تريد هذا الرضا؟ فقط أربع كلمات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث رواه الإمام مسلم: أيعجز أحدكم أن يكسب في يوم 1000 حسنة؟ فسأل سائل من جلسائه: وكيف يكسب أحدنا في اليوم 1000 حسنة؟ قال: تسبح 100 تسبيحة فيكتب الله لك 1000 حسنة ويحط عنك 1000 خطيئة. إخوة الكرام، أتكلم ب1000 حسنة. تدرون شنو 1000 حسنة؟ والله لو كان الموضوع بالدنانير ولا كان الموضوع بالدولار والله ما تركنا فلسا واحدة. 1000 حسنة مجرد ما تقول سبحان الله أو سبحان الله وبحمده. أنت الآن تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، تقول سبحان الله تقريبا 2 مرات في الثانية واحدة. في الثانية واحدة قلت سبحان الله 2 مرات، يعني في دقيقة كم؟ 120 مرة تقريبا. يعني في دقيقة أنت اكتسبت 1000 حسنة. وأنت الآن عندك معاش، عندك راتب شهري، تكدح يوم بعد يوم، يوم بعد يوم، 24 ساعة تلوها 24 ساعة، ثم تلوها 24 ساعة، تنتظر شهراً كاملاً لتقبض 1000 دينار أو أقل أو أكثر، شهراً كاملاً. وأنت اكتسبت 1000 حسنة في دقيقة واحدة وأنت جالس. 1000 حسنة، مثل ما قلت، لو كان والله الموضوع دنانير ولا درهم لسعينا فيها. ثقل ميزانك، ثقل حسناتك. الدنيا لا خير فيها، نعم نعيش فيها وهي يعني الدار، ثم نذهب إلى دار الآخرة، ولكن الدنيا لا عيش فيها إلا عيش الآخرة. وهناك حديث آخر يا أخوة الكرام رواه الإمام البخاري ومسلم:
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في اليوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرز من الشيطان في يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء إلا أحد عمل أكثر منه. سبحان الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. 100 مرة والله لا تأكل أكثر من 5 دقائق، وانت رايح وانت جاي في السيارة في الجمعية أي كان تقولها أقل من 5 دقائق. انظر إلى الأجر، أول أجر يا أخوة الكرام لك عدل 10 رقاب، يعني كأنك أعتقت 10 رقاب. هذه العبادة ليست موجودة الآن في زمننا، مع أنها من أفضل العبادات. الدية تحرير الوطن، رجل أتى إمرأته في نهار رمضان تحرير رقبة، كثير من الأمور تحرير رقبة. الآن أنت تريد أن تفعل هذه العبادة، كيف تفعلها؟ ما في عبيد، ما عندنا عبيد الآن، كيف أنت تستطيع تفعلها؟ استشعر هذه الآية، استشعر هذا الأمر، أنك ذهبت إلى السوق مثلا عبيد مماليك، ثم اشتريت عبدا 2 3 4 10، ثم قلت لهم أنتم طلاقاني وجه الله سبحانه وتعالى. الأمر ليس بهين. الآن فقط 5 دقائق وتأخذ أجر كأنك أعتقت 10 من الرقاب. سبحان الله، ليس فقط ذلك، ولك 100 حسنة، ليس فقط ذلك، ومحيت عنك 100 سيئة، ليس فقط ذلك، الله سبحانه وتعالى يحفظك من حرز من الشيطان. تكلمنا في الخطبة السابقة العين حق، تكلمنا كيف المرء يصيب بالعين، خاصة النساء في هذا الزمن، التبرج والكشف والعطر وما شابه إلى ذلك، هم يصابون بالعين أكثر من أحد آخر. هذه العبادة تأخذ 5 دقائق، حرز من الشيطان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يا أخوة الكرام: من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة. حديث صحيح البخاري. أخواني قولوا سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، قولوها سبحان الله العظيم وبحمده، جزاك الله خير. هل يعني شلتوا حديد؟ شلتوا أثقال على كتافكم؟ والله كلمة قلتوها غرست لك نخلة في الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم على هذه النخلة يصفها أن تأخذ أفضل فرس وأفضل فارس على هذا الفرس، ثم يركض على مسيرة 100 عام لينتهي من ظل هذه الشجرة. فكيف تكون هذه الشجرة؟ كيف تكون أوراقها وثمارها وطعمها؟ سبحان الله، كلمة واحدة قلتها أقل من ثانية، سبحان الله العظيم وبحمده وغرست لك نخلة في الجنة. يا أخوان والله ديننا يسر، دين والله يدخلنا في كل صغيرة تفعلها إلى الجنة، خليك من الكبيرة، أي صغيرة من الحسنات تفعلها والله الله سبحانه وتعالى يدخلك الجنة. كان الله سبحانه وتعالى يقول: يا عبدي افعل هذا وأخذك إلى الجنة، يا عبدي افعل هذا الأمر وأخذك إلى الجنة، يا عبدي افعل هذا الأمر وأخذك إلى الجنة، ولكن الله المستعان. والله هذا الأمر الله سبحانه وتعالى أعطى لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، لم يعطيه أي أحد من الأمم السابقة، أنك تفعل هذا وتأخذ من الجنة، تفعل هذا ولك بيت في الجنة، تفعل هذا ولك نهر في الجنة، تفعل هذا ولك نخلة في الجنة. أقول ما تسمعون، أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبيه المصطفى وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه مقتدى وعلى أثره. لا أطيل عليكم إخوة الكرام، ولكن حديث آخر وأختم به إن شاء الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم بحديث صححه شيخ الألباني: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. سبحان الله، حديث عظيم والله يا أخوان، حديث عظيم. أخوان للأسف والله نجد الآن مع كثير من الناس يعرف هذا الحديث، كثير من الإخوة سواء كان ملتزما أو عاميا، خاصة الذي يصلي، الله سبحانه وتعالى أكرمه بأن يأتي إلى المسجد ويصلي، طالما أنت الله سبحانه وتعالى أعطاك هذا الأمر ووفقك لها أنك تأتي إلى المسجد وتصلي، فقط يا إخوة الكرام اقرأوا آية الكرسي.
تتخيل يا اخوان ما بينك وبين الجنه فقط ان تموت. يعني اذا قرات ايه الكرسي للاسف الان في هذا الزمن والله تجد بعد الصلاه السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم ورحمه الله، ولا الاخ عند الباب يلبس تكرم النعاوي، كانك انت في سجن، كانك انت في قفص وتريد ان تطير، خلاص تبدا. يا اخوان دين عظيم، دين عظيم والله. كيف ما تريدون الجنه؟ ما تريدون تدخلون الجنه؟ ولا الدنيا ولا السياره ولا الجمعيه ولا الديوانيه افضل؟ نجد كثير من الناس للاسف الا من رحم الله، السلام عليكم السلام عليكم طار. يا اخوان تخيل، تخيل ها انت وها هي الجنه، ما بينك وبين الجنه هذا الفاصل هو الموت. لو جاء الموت دخلت الجنه مباشره فقط اذا قرات ايه الكرسي. فالامر يا اخوان امر عظيم، فلا ناخذه بالتساهيل وكذا، بالعكس كم ياخذ من وقتك؟ لو كنت مستعجل مستعجل قم وقول الله الله لا اله الا هو الحي القيوم وانت ماشي. تصل عند باب المسجد وانت ختمت الآية. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. فنؤمن بهذا الامر، قرات آية الكرسي وجبت لك الجنه باذن الله تعالى. فاسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا لكل خير. اسال الله سبحانه وتعالى يوفقنا لاتباع سنه النبي صلى الله عليه وسلم الى ان نلقى. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين.